كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة وشركائها أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة موثوقة ومستدامة وبتكلفة ميسورة. وحذر التقرير من أن الجهود الحالية ليست كافية لتحقيق الهدف بحلول عام 2030، على الرغم من إحراز بعض التقدم، مبرزا أن الأمر يتطلب زيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من لندن دكتور مصطفى بزركان، المستشار في شؤون الطاقة. أهلا بك معنا دكتور عبر شاشة المشهد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. أهلا، نود أن نفهم منك بداية ومن وجهة نظرك، ما السبب الرئيسي اليوم للابتعاد عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ طبعا هذا التقرير يجذب الاهتمام ولكن ليس مفاجئا. لماذا؟ لو نعود إلى أربع سنوات ماضية قبل جائحة كورونا، كان هناك وعود كثيرة بتخصيص الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة، وأيضا تم تقليل الاستثمارات في الطاقة الأحفورية، النفط والغاز. لماذا؟ للتوجه للطاقة المتجددة. ولكن بعد أن حلت جائحة كورونا وأصبحت هناك خسائر كبيرة، تراجعت الدول الغربية والدول المستهلكة للطاقة عن وعودها، ولذلك شهدنا تراجع في الاستثمارات، وهذه هي نتيجة ما ذكر في التقرير. هذه من ناحية، ولذلك لم يعد بإمكان الدول الغربية الإنفاق على مصادر الطاقة المتجددة كما كانت وعودها في السابق. هناك نقطة مهمة، أنه هذا التقرير صحيح تعاونت فيه منظمة الطاقة الدولية، منظمة الطاقة المتجددة، البنك الدولي، منظمة الصحة العالمية، ولكن هناك مجموعة لم يتم أخذ رأيها، وهذا لابد أن يكون، وهي مجموعة أوبك، الدول المنتجة للنفط، هي أساس في هذا المشروع. لماذا؟ لأنه اليوم شركات النفط هي مسؤولة عن مشاريع كثيرة. هناك الدول المنتجة للنفط ليس الآن هي النفط فقط، ولكن كيفية تقليل مطلقات الكربون، وهذا يصب أيضا في مصلحة الطاقة المتجددة. أنا أعتقد أنه لابد أن يكون هكذا هو الوضع خلال الأيام القادمة. ولكن هناك توقعات بأن تحفز أزمة الطاقة العالمية التي تفاقمت مع الأزمة والحرب الروسية الأوكرانية أنها تعزز من نشر مصادر الطاقة الجديدة وتحسين كفاءة الطاقة، كيف تنظر حضرتك لهذا الموضوع؟ صحيح، الدول الغربية فرضت عليها استراتيجية للتخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي الرخيص، ولكن لم تكن هي يسيرة. كان التوجه إلى الطاقة المتجددة، ولكن الطاقة المتجددة أصبحت عالية التكلفة. يعني اليوم بريطانيا التي تملك في شرق إنجلترا أكبر مزرعة للرياح البحرية لم تضف خلال عامين إلا مروحتين فقط، ولذلك هناك مصاريف كثيرة، هناك كلفة للاتجاه هو الاستثمار في الطاقة المتجددة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، كان هناك ردة عن الطاقة المتجددة بعد حرب أوكرانيا. عاد العالم وعادت أوروبا لاستخدام الفحم، عادت أوروبا لتعيد أنه الطاقة النووية هي طاقة خضراء. هذه جميعها أنا أعتقد أنه هناك دوامة في عالم الطاقة اليوم من أجل كيفية التوازن بين مصادر الطاقة الأحفورية ومصادر الطاقة المتجددة. سأقتبس يعني وصف حضرتك بأنها بالفعل هي دوامة، يعني الهدف السابع معني بالحصول على طاقة حديثة مستدامة وبأسعار معقولة. واقعيا ما الممكن تنفيذه يعني، وما هي سبل التنفيذ للوصول لهذا البند في ظل ارتفاع الأسعار لتحقيق أصلا أو الوصول للطاقة المستدامة تلك؟ ولذلك لو نعود إلى مؤتمرات المناخ كوب 26 وكوب 27، كان هناك وعود قد تم التراجع عليها، ولذلك أنا أعتقد وأعول على مؤتمر المناخ كوب 28 في الإمارات، تستضيفه الإمارات. لماذا؟ لأنه سيكون هناك تواجد للدول المنتجة للنفط التي تأخذ على عاتقها أيضا دعم مشاريع الطاقة المتجددة والمستدامة من أجل أيضا تحقيق الأهداف التي لم يتم تحقيقها سواء في العام 2030 أو بعد ذلك من جانب الدول المستهلكة للطاقة. ما هي المسؤولية اليوم التي تقع على الدول المنتجة والمصدرة كذلك للنفط حضرتك، بما أنه حضرتك ذكرتها يعني دول أوبك بلس
في هذا الشأن؟ نعم، أنا أختصر، هناك مقال للأمين العام لمنظمة أوبك قال بالحرف الواحد أنه هناك طاقة أكثر وكربون أقل. هذا هو يعني أربع كلمات تضع هناك مسؤولية، كما هي على الدول المنتجة هي مسؤولية على الدول المستهلكة، ولذلك هناك لابد أن يتم تعاون. ما دام هناك حتى هناك شركات نفطية خليجية الآن بدأت لاستثمار الهيدروجين وهو أنظف مصدر للطاقة هناك لكيفية تقليل مطلقات الكربون، هذه جميعها تجعل أنه لابد من أن يكون هناك موقع لدول أوبك في هكذا تقارير وفي هكذا مشروعات أممية. طب دكتور، هل تنظر لمجهودات الدول بشكل أو بمقدار متساوي؟ أي يعني كل الدول نعمم عدم فعاليتها أو تجاوبها مع ملف الطاقة المستدامة بنفس القدر؟ ليس بنفس القدر. لماذا؟ لأنه الآن نأخذ بالاعتبار التمويل، تمويل هكذا مشروعات أصبحت عالية التكلفة جدا، سواء في طاقة الرياح سواء في الطاقة الشمسية، ولكن هناك بعض التوجه، حتى هناك الدول العربية تتجه الآن إلى مشروعات الطاقة المتجددة، هذه دول ليست نفطية، رغم أنه هناك أيضا دول نفطية خليجية لديها مشروعات في الطاقة المتجددة. هذا يجعل أن هناك تفاوت بنسب مسؤولية تمويل هكذا مشروعات. الدول الغربية الآن في تراجع عن هكذا مشروعات. لماذا؟ الدول الغربية الآن الاقتصاد الغربي الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تضخم عالي، هناك بعض الدول التي كانت تستهلك الطاقة دخلت مرحلة ركود كألمانيا التي هي قاطرة الاقتصاد الأوروبي، هناك ركود في متوقع في الاقتصاد الأمريكي، هذه جميعها تضع ضغوطا على الدول، وبالتالي عدم الإنفاق كما كان متوقعا وكما قدمت وعود هذه الدول على الطاقة المتجددة في السنوات السابقة. طب هذا التفاوت يلقي بظلاله بشكل سلبي على أي المناطق أو أي الدول دونا عن غيرها؟ نتحدث يعني من انطلاقا من العالم العربي، من الشرق المتوسط وحتى الدول الغربية والأوروبية، أي الدول هي ستكون الأكثر تأثرا؟ بالعالم العربي هناك طبعا دول منتجة للنفط، وهناك دول أيضا منتجة للطاقة المتجددة، وهناك دول مشتركة في هذه المشروعات. الدول قد يكون الدول الفقيرة، هناك دول في أفريقيا تحتاج إلى تمويل، وهي فرصة لابد من ذكر أنه رب ضارة نافعة. اليوم هناك فرصة لبعض الدول الفقيرة لو تحققت وعود الدعم الغربي والدعم الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى اقتصادات هذه الدول، قد يكون هناك فرصة لها أمام التوجه نحو الطاقة المتجددة في حال توفر التمويل لهكذا مشروعات. شكرا جزيلا الشكر لك، كنت معنا عبر سكايب من لندن دكتور مصطفى بازركان المستشار في شؤون الطاقة.